ولنقاش هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي. أهلا بكم سيدي. أهلا، تحياتي وكل عام وأنتم بخير، وإلى جميع مشاهديكم الكرام. كل عام أنت بخير أيضا. أستاذ إبراهيم، ورد في بيان الميثاق الوطني العراقي الدعم الكامل لانتفاضة الشعب الأحوازي ضد الاحتلال الإيراني. ماذا يميز هذه الانتفاضة عن سابقاتها من الانتفاضات برأيكم؟ أولا، الشعب الأحوازي بالحقيقة انتفاضاته مستمرة على مدى التاريخ، وممكن أنا أشير إلى بدايات القرن العشرين حيث تم اغتيال الشيخ خزعل اللي هو كان أمير الأحواز، أمير منطقة الأحواز العربية. والعسف والتسلط والقمع الوحشي الموجود في إيران الحقيقة لم ينقطع تاريخيا، ولكنه في الآونة الأخيرة ازدادت يعني شوكة العنف الإيراني ضد الأحوازيين، خصوصا في ظل تكالب النظام الإيراني الجديد وتوسعه تحت شعار ما يسمى بتصدير الثورة، وبسطت هيمنتها على العراق واستمرت إلى سوريا ولبنان و اليمن وإلى غيرها، وربما لديها طموحات كثيرة. اشتد العنف أكثر على الشعب الأحوازي في ظل هذه الفترة. كان بيان الميثاق الوطني العراقي استنكر الصمت المتعمد من قبل المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجارية في الأحواز. كيف يفسر هذا الصمت أمام هذه الجرائم المرتكبة؟ يعني هو النظام الإيراني بالحقيقة، إيران معروفة هي أصلاً ما تتكون من قومية واحدة، تتكون من عدة قوميات، وقمعها جاري لهذه القوميات، من بينها الشعب الكردي ومن بينها البلوش وكذلك العرب. وبنفس الوقت البطش الإيراني لا يشمل فقط الناس الساكنين داخل منطقة الأحواز، إنما حتى الفارين الهاربين طالبي اللجوء في أنحاء العالم تلاحقهم مجرة اغتيالات. وممكن أخذ لك أسماء من أبناء الأحواز: أحمد مولى وحسين ماضي وكذلك ناجي شرهان، هذول اغتيلوا على يد أجهزة المخابرات الإيرانية خارج حدود إيران. فلذلك اشتدت قبضة إيران أكثر وقمعها أكثر، خصوصا في هذه الفترة بالذات، الفترة التي يعني اتسمت بشعار تصدير الثورة والزحف إلى نحو العالم، كل العالم بالحقيقة، لكن العالم العربي بالدرجة الأولى. فلا أدري إنه لماذا يعني هناك صمت بالحقيقة عن قضية الأحواز، هناك صمت جانب منا عربي وهناك جانب دولي، ولكن الشعب الأحوازي يواصل نضالاته ويواصل انتفاضاته، ولديه هيئات سياسية قائمة على قدم وساق، وهناك جبهة تخوض النضال في داخل منطقة الأحواز العربية من أجل النصر ومن أجل الاستقلال. في هذا السياق أستاذ إبراهيم، وفي ظل هذا الصمت، ما هي أشكال الدعم الممكنة سواء من قبل الدول العربية والإسلامية وحتى الرأي العالمي لدعم الأحواز؟ هو حقيقة لا يمكن يعني نحن أن نتحدث عن الدعم إلا في ظل الدعم المعنوي والدعم السياسي والتأييد والمساندة. نحن نطمح أن تتم مساندة الشعب الأحوازي بنضالاته من شعوب العالم ومن أحرار العالم ومن شعوب البلاد العربية وأحرار البلاد العربية، فضلا عن الحكومات العربية التي بالحقيقة تكتفي بالصمت وكأنها لن ترى ولن تسمع ماذا يجري لأبناء الشعب الأحوازي في داخل إيران.
في حال نجاح انتفاضة الأحواز، كيف سينعكس ذلك على المشروع الإيراني في العراق والمنطقة ككل؟ حقيقة المشروع الإيراني في المنطقة ككل وليس فقط في العراق هو مشروع مهزوم منتهي، وهناك أزمات كثيرة تخنق إيران في هذه المناطق، وهي إلى الوراء وليس إلى الأمام، لأنه لا يمكن لنظام مثل النظام الإيراني أن يجتاح العالم تحت شعار تصدير الثورة. هذه مصايرة يعني، وفشلوا قبلهم هناك في ثورة البلاشفة، أيضا كان عندهم مشروع تصدير الثورة ولكن فشل، هذا كان يقود تروتسكي، وفشل هذا المشروع وانقبر في داخل روسيا أصلا يعني وانتهى. والآن تطلعات الإيرانيين السادة العمائم الذين يتصورون بحلم أنهم يعيدون الدولة الإسلامية والمترامية الأطراف، وينسون أنهم ينبغي عليهم أن يفهموا حركة التاريخ. التاريخ قد تغير وقد تغيرت انعطافاته أيضا يعني، فلا يمكن اليوم أن يبرز شخص لابس الأعمامة يجي يحكم العالم، هذه ما يفهموها. شكرا جزيلا لك، أشكرك. معذرة على المقاطعة، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي حدثتنا عبر الهاتف من لندن.